المقادير كالتالية: هي هنا عندي واحد نص سيترو ديال الحليب وشوية كاع كترتو. هنا ديرو اي قطو عندكم، انا ما مجوش عندي، عندي غير هذا اللي موجود عندي. درت كواح، درت ليه وحده ومهم هرستو. هنا عندي واحد 3 المعالق صغار ديال النشا، ما عندك استسمح ديال كريم باتيسي، ما عندكمش كريم باتيسي ديروا النشا، ما عندكمش النشا ديروا الدقيق، ولكن كيجي ألذ واحسن في النشا ولا كريم باتيسي. انا عندي 3 المعالق ديال السكر، السكر دائما على حسب الذوق. هاد التحليه اللي غادي ندير غادي تكون فيها القهوه والشوكولات. هنا عندي معلقه ديال القهوه سوليبل، وهنا المعلقه ديال الشوكولات، وهنا عندي الزبده باقيه ما خرجتها، نسيتها قبيله. غادي ندير واحد المعلقه ديال الزبده. صافي، هاد المسائل غادي النواشي كلشي غادي نديرهم، السكر والنشا والقهوه كلشي غادي نخلطهم في الحليب يطيبوا، عاد نرجع معكم ان شاء الله. صافي، هادشي كلشي درتو، هاد الخليط كما قلت لكم قبيله كلشي تجمع، وبقى نحركو بدون انقطاع، حيت اذا طحرق كيجي خايب. انا البنات غادي ندير واحد طبقه، اللي بيدير جوج طبقات يدير الطبقه الاولى الثانيه، انا غادي ندير غير هاد الطبقه. التحليه كتكون زوينه في الفطور ولا في السحور ولا، المهم تاكلوها قبل ما بغيتو، مول عيشه وزوينه وسهله. انا بشحال هادي ما درتها، هادي ديال القهوه والكافي فوالا. مو غادي نحركوها حتى تمون تبق بق، عاد نديروها في الكيسه ان شاء الله. هنا صافي تبق بقات ليا زعما، المهم ملي كتشوفوا داك كتغلي شويه حيدوها تو سويت. غادي نزيد لها واحد معلقه ديال الزبده الحيوانيه من نوع زعما، ماشي المارغارين، دير شي حاجه زوينه. صافي، هادشي اللي غادي ندير ليها وغادي نكبها في الكيسان ديالي. صافي صافي، ملي كبيتها في هاد الكويسات، نتوما ديروا اي حاجه بغيتو في الكيسان الصغار الكبار، المهم انا غير هادو كنحتفظ عليهم، درت ليهم هذا. وزينوها باي حاجه بغيتو تزينوها، البيستاش، اللوز، المهم انا هنا دوبت واحد شويه ديال الشوكولاط الاسود حين درتها بالشوكولاط والقهوه. صافي، غادي في الاخر غادي نزينها بهادو ولا بالشوكولاط، باقي ما عرفتش. صافي، هادشي اللي كاين. صافي، هنا درت ليها الشوكولاط باش ندخلها للفريجيدير حتى تبرد واحد ساعه ولا ساعتين، عاد غادي نزينها بهادو. حيت درت ليها هذا غادي يذوب، هذا بغيتو نديرو ليها حتى يقبض واحد شويه، هذا حتى هو الا درتو غادي يذوب في داك الفلون الشوكولاط. طلخر غادي نزينو بهذا وبهذا. صافي، ان شاء الله نرجع معكم واحد ساعه ولا ساعتين الماكسيموم كاع. صافي، باش تكون التحليه زعما، باش نوريها لكم لا ديكوراسيون. التحليه الاولى البنات، مشيت رونديفو، جيت لقيت الشوكولات قصح. صافي، ما لقيتش باقي ما فاش نخشي هادو. المهم ديكور واحد وداكشي كيبغي، انا حطيتهم هكا وصافي. تقدروا تحطوهم غير بالشوكولات بلا هادو، انا غنبقاو عندي وبغيت نيتيليزيهم. صافي، كنتمنى يعجبكم، لايك البنات، كنقول لكم عواشركم مبروكه، رمضان كريم لجميع الامه الاسلاميه العربيه ولجميع المغاربه من طنجه للقويره. السلام عليكم. التحليه الثانيه اللي غادي ندير لكم، هنا عندي 3 ديال صفر ديال البيض على حسب لا كونتيتي اللي غديروا، بغيتو تكثروا ديروا 6 7، انا درت غير 3. هنا عندي واحد العلبه كبيره ديال يلي باش، هذا البنات غير معلب، الا عندكم الاخر من الاحسن هذا. النص غادي نطحنو والنص غادي نقطعو ندير به لا ديكوراسيون. هنا سكر على حسب الذوق ديالكم، انا هنا درت غير 3 المعالق، كي ديروا 4 ديروا 4 3. هنا عندي واحد الفانيليا، انا باش نوري لكم واحد الفانيليا. وهنا عندي نص سيترو د الحليب اللي غادي ندير حتى يسخن واحد شويه،
باش ما نديرش الوقت، ما نضيعش الوقت. صافي هادشي اللي كاين. درت 3 صفار ديال البيض، غادي ندير السكر. المهم سهله، تحليه سهله، انا كنت درتها جربتها عجبات بنتي، قلت لها راه غادي نديرها لك في رمضان. صافي غادي نطربو مزيان هاد المسائل مزيان. نسيت ما قلت لكم البنات، هادي سميتو لا كريم اونغليز. دوكا طربت هاد سميتو البيض مع السكر مع الفاني. غادي نهز واحد شويه ديال هاد الحليب هذا. دوكا راه سخون ليا، صافي بركة عليه. غادي ندير النص منه هنا، غير النص. صافي غادي نطرب من جديد. صافي طربتو، غادي نكبو على الحليب هنا، الحليب اللي خليت مواتيه. صافي وبقى نحركو بدون انقطاع. المهم حتى يخطر لكم واحد شويه. صافي حيدو. المهم غادي نوري لكم لا تكنيك كيفاش تحيدو هاد لا كريم فريش. قلت لكم هاد لا كريم اونغليز البنات كيجي رائع رائع. جاتني هاد الفكره قلت غادي نديرو مع الاخر، المهم باش اللي باين هو عز هذا ولا هذا. صافي المهم غادي نبقى ندور حتى نوري لكم كيفاش. صافي ملي كيبقبق كنحيدو، ولكن كاين واحد لا تكنيك اخرى باش تعرفوا واش تحيدوه. ديروا هاد لاباس زعما هاد باش كنحركو، وديروا هادي في الوسط ديالكم. شوفوا الا كان هذا في الوسط وهذاك ما رجعش راه سيبو، هادي هي لا تكنيك. صافي غير نسيت ما قلت لكم البنات، ديروه في شي بول، هادي عندي صغيره شويه، ديروه في شي متوسطه اللي حيت انا عندي واحد الرونديفو غادي نخرج، غادي نديرو في الفريغو اون با حتى نرجع ان شاء الله باش يبرد ليا. المهم صفيو قبل ما ديروه. صافي صفيو، المهم طي هاد الحراره هاد لافابور يمشي عاد. المهم غطيو عاد ديروه في الفريجيدير، تسنى واحد 3 سوايع 4 سوايع حتى رد ليه. واخا الا زربانين نديروه في الفريغو باش يجي لكم زعما في ساعة. صافي انا هاد الخليط غادي نطحنو ان شاء الله ونرجع معكم. صافي هادشي اللي كاين. هاد لي فيغي لي كيسان اللي عندي عمرتهم هاد القياس اللي بغيت انا، خليت ليهم واحد شويه باش ندير فيهم هاد لي بيش، عاد غنزيد ليهم الكولي. المهم مزيان كيبقى لكم اختيار. انا صبارة زعما راه باقي عندي الخير والبركه، باقي عندي هذا راه واخا تشربوا قاعد في الكيسان زوينين مغادين ولا للسحور ولا رمضان زوينين، فيتامين السكر لي زو داكشي زوينين. التحليه الثانيه ها كيفاش جات البنات، جات رائعه، ولكن خصكم ديروها في الثلاجه وغطيوها بالصحه والراحه.